لم يكن هناك شيء يبدو أكثر مؤلماً من رؤية امرأة تبكي بحرقة. كانت تجلس في زاوية الغرفة متأرجحة بين الحزن العميق واليأس الشديد. كانت تبكي بحرقة وكانت تريد فقط العيش. كانت تتحدث عن حياتها الصعبة، عن كيف أنها كانت تعيش في عالم مظلم ومليء بالألم. كانت تشكو من الوحدة والإحباط وكيف أنها لم تستطع العثور على السعادة في حياتها. كانت تريد فقط العيش، العيش بسلام والعثور على الحب والسعادة التي كانت تستحقها. ولكن كيف يمكنها العيش عندما يبدو أن العالم بأسره يعمل ضدها؟ كانت تبكي بحرقة، ولكن في عينيها كان هناك شيء آخر. كان هناك بريق من الأمل وشغف للحياة. كانت ترغب في العيش وكانت مصممة على القيام بذلك. كانت تعلم أن الحياة ليست سهلة، وكانت تعلم أنها ستواجه العديد من التحديات في طريقها، ولكنها كانت مستعدة للقتال، وكانت مستعدة للتغلب على كل شيء يعترض طريقها. كانت تبكي بحرقة، ولكن في نفس الوقت كانت تبتسم. كانت تعلم أن الحياة قد تكون صعبة، ولكنها كانت مصممة على البقاء قوية والنجاح في النهاية. وبالفعل، بعد الكثير من الصبر والعمل الجاد، تمكنت من العثور على السعادة والحب الذي كانت تستحقه. وكانت تعلم أن الحياة ليست سهلة، ولكنها كانت مستعدة للقتال والنجاح في النهاية.